السلام عليكم. النهارده مع المجموعه الثانيه من الدسكشن في امراض الروماتولوجي، واتكلم مع حضراتكم بعد الروماتويد واللي كان العناوين اللي تحت منها، فاتكلم عن السيرو نيجاتيف سبونديلو ارثروباسي. الدلع عليها اسمها سبا. يقال يعني في الامثال ان كل شخص ليه نصيب من اسمه. سبا يعني ايه؟ سيرو نيجاتيف يعني الروماتويد فاكتور والانتي سي سي بي والانا وغيرهم نيجاتيف، خصوصا روماتويد فاكتور. سبونديلو ارثروباسي يعني سباين وبريفرال ارثرايتس. طيب، هذه المجموعه من الامراض بتشمل معلم كبير اللي هو الانكلوزنج سبوندلايتس. الناس الكبار تسميه ايه؟ بروتو طيب، يعني لو عايز تنسخ منه هو ده اللي يتم النسخ عليه. طب ينسخ منه مين؟ أربعة أمراض أخرى تحت منه. مين الأربعة اللي تحت الأنكلوزنج؟ أول واحد السورايسيس، اثنين رياكتيف أرثرايتس، ثلاثة أرثرايتس وز إنفلاماتري باول ديزيزز، أربعة undifferentiated seronegative. لو انا بذاكر الروماتويد تحتها اربعه والانكلوزنج تحت منه اربعه، واحده واحده كده. لو انا داخل الامتحان ودي مستشفى هوسبيتال اهي، ونفترض جدلا هنسميها مستشفى السبا، مستشفى السيرونيجاتيف، مين نسوي له ادميشن في هذه الهوسبيتال؟ اللي عنده ست معلومات كل ثلاثة مع بعض، الستة دول ثلاثة وثلاثة. ما هو المدخل الرئيسي؟ شوف يا دكتور، إن المريض يشتكي من باك بين، أنا آسف، inflammatory back pain. inflammatory back pain يعني صباحا أكثر، يعني معاه morning stiffness more than one hour، يعني معاه الانفلاماتري ماركرز عالية. والثالثة سن صغير. طب رقم اثنين أرثرايتس، بس بشرط أوليجو أرثرايتس تحب اللور لم في معظم الأحيان. الثالثة يا دكتور إن في سايتس، يعني بيريوستيال انفلاميشن ات ذا سايت اوف تندون انسرشن. بمعنى الكالف ماسلز بتنتهي بمين؟ تندو اكيلس. السايت اوف انسرشن اوف تندو اكيلس مع الكالكينيوم يألم المريض. طيب مساله يا دكتور، الثلاثه دول استخدمهم ازاي؟ يجي لك المريض الم اسفل الظهر صباحا، الم في المفاصل عددهم اقل من اربعه، يعني مثلا في المساله بايلاترال ني رايت انكل، بايلاترال انكل رايت ني، ثم الام في كعوب الرجوله لما يصحى من الصباح. بيقول له ده انت شكلك كده داخل السيرونيجاتيف. طب والثلاثه التانيين مين؟ يا سلام لو في بوزيتيف فاميلي هيستوري لاحدى هذه الامراض. اثنين يا دكتور نيجاتيف روماتويد فاكتور، عشان كده في الام سي كيو ممنوع وجود روماتويد نوديول. طيب الكراتيريا الثالثة يا دكتور في هذه الأمراض، احنا بنتكلم عن ثلاثة وثلاثة، وجود الهلا والله، بس رقمه كام؟ بي 27. يبقى معايا ست معلومات في الجيب يا دكتور اسمهم عند الاستدعاء. مين يدخل مستشفى السيرونيجاتيف؟ المريض اللي عنده ثلاثة وثلاثة، inflammatory back pain, arthritis, enthesitis, positive family history, negative rheumatoid factor. الهالة B27 قد يكون positive. تعال نبدأ يا دكتور مع أول الأمراض كده عشان نقارن بينهم في السريع في آخر المحاضرة. أول مرض يهمنا المعلم الكبير اسمه ankylosing spondylitis. أول سؤال، لماذا يحدث الانكلوزنج تحت عنوان ايتيولوجي؟ سريعاً، صعب على طالب البكالوريوس اتكلم ان ديتيلز بهذا الكلام.
اثنين كلينيكال بريزنتيشن، دي يا دكتور حفظ لان دي في الاوسك ستيشن، ثم انفستيجيشن، واخيرا تريتمنتس. واحده واحده كده. هو الانكلوزنج يا دكتور على راسه مثبت ريش زي شيرين ما بتقول، يعني الناس كلها تروح له وهو ما يجيش. فالايتيولوجي ثلاثه، ايه هم الثلاثه؟ الثلاث عناوين الاساسيين جينيتك، انفايرمنتال فاكتور، واميون ديس ريجيلاتوري ميكانيزم. شاطر، ايه يهمك هنا؟ الجينيتك يا دكتور، هلا بي 27، برافو عليك. يعني مساله مريض عنده انفلاماتوري باك بين وبريفرال ارثرايتس وانفيسوبس، اطلب مين؟ اطلب الهلا بي 27. environmental factor يا دكتور هي ال GIT infections. كده يكفي خلاص طالب البكالوريوس. clinical presentation زي اسمك يا دكتور. القاعدة العامة في clinical presentation عنوانين كبار. شاطر شاطر شاطر. articular manifestation و extra articular manifestation. ال articular manifestation انت عارفهم، بس انا اكبرهم لك شويه لسيمتومز وساينز. السيمتوماتولوجي يا دكتور انت حافظهم احسن مني. شاطر، انفلاماتوري باك بين، ارثرايتس تحب اللور ليمب وعددهم اوليجو ارثرايتس، ثلاثه انفيسايتس. شاطر، لا يوجد شيء جديد. لكن هنا في الام سي كيو يا دكتور، ما هو الكومنست سايت للافكشن في الباك؟ شوف يا دكتور، شوف حبيبي، باي لاترال سيكرو اليايتس، وتحب اللمبر سباين وتسرح كرينيالي، يعني تاخد الثراسك والسيرفايكل، لكن تبدا فين؟ باي لاترال سيكرو اليايتس ولمبر سباين يا دكتور. شاطر، اللمبر سباين طبيعه الحال في اللمبر سباين يا دكتور انه عباره عن حاجه هارد كده اسمها الفرتبري، وما بينهم المخدات، المخده لتسهيل الحركه اللي هو الديسك يا دكتور. ماذا يحدث في الانكلوزنج؟ الديسك يصير كالسيفايد زيه زي الفرتبري. عشان كده يا دكتور الموفمنت بتاعت اللمبر سباين بتكون ديكريست. اعرفها ازاي؟ شوبر تيست. طيب امال يا دكتور لما نروح للاكس ارتكلر مانيفستيشن في الانكلوزنج ايه؟ كل التحشيشه دي هي الاي بي سي يا دكتور، بح خلاص. بص يا سيدي، انتيريور يوفيتس، يعني تسال المريض، العيون لونها يغير على ناحيه واحده معها الدموع والنظر يقل ولا لا؟ ابيكال بالمونري فايبروزس، يعني المريض يشتكي من ديزنيا، اورتيك ريجيرج يعني بالبيتيشن، اي جي اي نفروباثي يعني هيماتوريا، كل ده يسال في الاوسكي في الاكس ارتكلر مانيفستيشن. اميليدوزس كيدني يا دكتور يعني بايلاترال لور ليمبيديما. البي بون يا دكتور اوستيبروزس جنرالايزد بوني اكس، والسي كودا اكواينا، مساله يا دكتور مهمه لمعلمين النيورو. الكودا اكواينا يشتكي المريض من ثلاثه كلهم في اللور لمب تروما، سنسري وموتور وسفنكترز. يعني مساله شخص عنده 40 سنه وجالك في الاو بي دي يا دكتور بيشتكي من سفنكتريك مانيفستيشن، وانت بتدردش معاه وهو في سن العشرينات كان عنده انفلاماتوري باك بين، تقول له اه ده انت كنت انكلوزنج كومبليكيتد بكودا اكواينا، برافو عليك. اوعى تنسى يا دكتور ان مدخل الانكلوزنج ايه؟ ان سوري نيجاتيف. والمدخل الثاني المهم في المساله انه ميل يا دكتور، رحم الله من علمنا، يقول لك ايه؟ يونج ميل بريزنتد بلو باك بين اكثر من ثلاث شهور، فكر في السيرو نيجاتيف وعلى راسهم الانكلوز. انفستيجيشن يا دكتور، هناك اسكيم عام في اول محاضره جنرال وسبيشال. شاطر،
طب يهمك مين حبيبي؟ هتعمل السي بي سي والانفلاماتري ماركرز، ماشي. كلمني في المفيد يا دكتور. اهم انفستيجيشن في حالات الانفلاماتري باك بين، خلي بالك ودي مهمه في الام ار سي بي او في الامتحانات عموما، يعني مريض يا دكتور، مريض عنده انفلاماتري باك بين وباي اكزامينشن عنده سكرويلياكس، اول انفستيجيشن ايه؟ اكس راي على السكرويليا، يظهر فيها ايه يا دكتور؟ سكروإليايتس، وتبص على السباين في اساد مشهوره سكويرنج اوف ذا فيرتبري شايني كورنر سندزمو فايت، السباين اصبح بامبو سباين. الطالب اول ما اساله يقول لي بامبو سباين، يا حبيبي ابدا من البدايات الاول، هذولا نعمل ام ار اي شاطر، نطلب الهالة بي 27 شاطر. طيب علاج الانكلوزنج يا دكتور، اسمحوا لي ادخل في موضوع تاني في العلاج، ان نتكلم في سلايد جديده العلاج اهو. يا ترى المريض اكزل سباين، اكزل يعني ايه؟ يعني باك وسكرويليك ولا بريفرال يا دكتور؟ حبيب الاكزيال يعمل فيزيكال ثيرابي، يتمشى. اثنين سويمنج. طيب نان استرويدال انتي انفلاماتري، ده اهم شيء في العلاج والنان استرويدال. اذا لم يستجيب يا دكتور تي ان اف الفا بلوكر انفليكسيماب اداليموماب اتانرسبت سيرتوليزوماب جوليموماب، لم يستجيب يا دكتور انترليوكين 17 بلوكر سيكيوكينوماب. لو بريفرال يا دكتور حبيبي نون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز كونفنشنال ديمارتس ثلاثه، انا بكلم ناس عارفين، ميثوتريكسيت سلفا سلازين او الفلونامايد. لم يستجيب تي ان اف الفا بلوكرز. اسال الطالب في الامتحان ما هو الفرق ما بين العلاج في الاكزل والبريفرال، ديتيلز الدراجز انا هعملها في محاضره سريعه في الاخير، ان هما الاثنين فيهم نان استرويدال وهما الاثنين فيهم تي ان اف الفا، لكن في الام سي كيو يا دكتور الكونفنشنال ديمارت لا تعمل الا في البريفرال، لكن في الاكزيال ليس لها مكان. بح خلاص. نروح للمرض الثاني يا دكتور، سورايسس حبيبي، سورايسس. فاحنا بنتكلم عن ما يسمى سورياتيك ارثروبس، لكن خليك معايا، ده ابن من ابناء السيرو نيجاتيف. معلوماتك ايه؟ ارتكلر يا دكتور، شاطر. واكسترا ارتكلر، الارتكلر مانيفستيشن ايه يا دكتور؟ شاطر حبيبي. انفلاماتوري باك بين، برافو. وارثرايتس، يا سلام عليك. وان فيسايتس، يا سلام. امال ايه الاشياء الخاصه بالسورايسس؟ شوف حبيبي الانفلاماتوري باك بين في الاكزامينشن يكون فيه يوني لاترال سكروليايتس، برافو عليك. طب ايه يزيد تاني في الارتيكلر يا دكتور؟ شوف مهمه، ديستال انترفرنجيال جوينت افكشن. طب والثالثه؟ قد يكون هناك ما يسمى باسم الداكتيلايتس. ايه داكتيلايتس دي؟ diffuse inflammation للفينجرز، diffuse inflammation او swelling في الدجت، يسموها سوسج دجت. مين طالب شاطر يقول لي في كم طالب في مريض في البطن عنده داكتيلايتس؟ ادي سيرو نيجاتيف سورايسس يعني اثنين، شاطر برافو عليك. سيكل سيل انيميا، والاس الثالثه ساركيدوزس، وابن عمه التي بي. بح خلاص. مسألة يا دكتور، جالك مريض سيرو نيجاتيف، اعرفه ازاي؟ انفلاماتوري باك بين، افتح الجدول، يا ترى انت انكلوزنج ولا سيرو ولا سورايسس ولا رياكتيف ولا انتيروباثيك ارثروباسي؟ كونه سورايسس يا دكتور اساله الثلاث اسئله الاساسيين وبعدين انتقل لمين؟ هل الديستال فرنجل انترفرنجل جوينت في مشكله؟ هل في مشكلة diffuse inflammation and swelling للفينجرز؟ طيب هنا في سؤال يا دكتور يسأل كثيرا،
يقول لك ما هي الارتيكولار مانيفستيشنز للسورايسيس. قول له يا عم عادي العب غيرها، شوف حبيبي. الشواء يعمل انفلاماتوري باك بين يسموها سبونديلايتس. اثنين يعمل ارثرايتس. شوف يا دكتور قد تكون اوليجو، لكن خد المفاجاه انه قد يكون ار اي لايك. دي مهمه دي. اللي بعدها يعمل سيكرو إليايتس. بح خلاص. اكسترا ارتكلر يا دكتور يوفيايتس زي مين؟ زي الانكلوزنج. اثنين يا دكتور السكين مانيفستيشنز. ثلاثه نيل يا دكتور النيل بيتنج اوف ذا نيل. لكن يسالك ما هو الموست كاركترستيك ساين في النيل، يسموها كده اونيكولايسيس. جالك مريض سورايسيس يا دكتور، يهمك الاتي: ازاي تعالج مريض عنده سورايسيس؟ شوف حبيبي احنا اللي يهمنا في السورايسيس هو الارتيكولار مانيفستيشن. طيب شوف الكلام اهو، ازاي تعالج السورياتيك ارثرايتس؟ شوف يا سيدي، شوف يا سيدي الناس، يا ترى ده اكزيال ولا بريفرال؟ يا سلام عليك، يا سلام عليك، ده معناته ايه؟ سي بي 4 يا دكتور. سي بي 4 يا حبيبي، سي بي 4 يعني ايه؟ يعني حصلهم من الانكلوزنج سبوندولايتس. طب وبعدين؟ خلي بالك لو عنده داكتيلايتس اعمل ايه؟ نون استرويدال انتي انفلاماتري لوكال انجكشن، لو فيلد التين فالف انهبيتورز. طب ازاي اعالج الانثيسايتس؟ نون استرويدال انتي انفلاماتري دراجز، فيزيكال ثيرابي، وبعدين تي ان اف الفا بلوكرز. اخر تكه في السورايسيس يا دكتور، اخر تكه للشطار، اخر تكه في السورايسيس. يا ترى السكين يا دكتور مع الجوينتس هل لها مكان؟ ايوه، بنعمل السكور يا دكتور في السورايسيس اسمه كده سورايسيس اريا اند سيفيريتي اندكس، اسمه باسي. ده أرقامه أقل من 3 ومن 3 ل 10 وأكثر من 10. ده مايلد، ده مودريت، ده سيفير يا دكتور. حلو الكلام. فهم في الدرماتولوجي يشرح لحضرتك إن السكين توبيكال تريتمنت وسيستميك، والسيستميك نوعان. شاطر. كونفنشنال ديمارد وبيولوجيكال ديمارد. يا سلام عليك. عايز أنا عايز أشرح لك حاجة. ازاي تضرب السكين مع الجوينتس يا دكتور؟ الادويه الاتيه، الخلاصه يعني الام تي اكس يضرب الاثنين، يعالج الاثنين يعني. الابريميلاست يعالج الاثنين. التي ان اف الفا بلوكر يعالج الاثنين. خلي بالك ده كلام مهم يا دكتور. نروح للمرض الثالث اللي هو الرياكتيف. رياكتيف يا دكتور. الرياكتيف ارثرايتس عنوانه كالاتي: يحكى ان شخص من اسبوعين حصل له اثنين بحرف الجي. يبقى من اسبوعين حصل له اثنين، ايه يا دكتور؟ يا اما جي اي تي انفكشن، يا اما جينيتي يورينري انفكشن. في صوره ايه يا سيدي؟ في صوره ديزنتري، عشان يكون الاورجانيزم عنيف. هنا في سؤال يا دكتور، ما هي الاورجانيزمز المسؤوله عن الرياكتيف ارثرايتس؟ سمع ورايا كده، اسمهم شيجيلا، سالمونيلا، كامبيلوباكتر، يرسينيا، كلاميديا. الله يعينكم. شيجيلا، سالمونيلا، كلاميديا، يرسينيا، كامبيلوباكتر. شاطر. الكلينيكال برزنتيشن لها كاركترستيك ترياد يا دكتور، لها كاركترستيك ترياد. ايه هو الكاركترستيك ترياد ده؟ ان الرياكتيف اكتشف واحد اسمه رايترز، فقال لك ان دول ثلاثه. المريض عنده يوريثرايتس، يعني بينفل ميكتيريشن، بينفل ميكتيريشن،
ومعاه باس يتشارج من اليوريثرا. اثنين كونجنكتيفايتس، احمرار والم في قزحيه العين الخارجيه ملتحمه العين اسف. والثالثه عنده ارثرايتس. شاطر. يعني قد يكون انفلاماتوري باك بين واوليجو ارثرايتس وانسيسايتس. طب يزيد على دول ايه يا دكتور؟ سكين مانيفستيشن. السكين مانيفستيشن في الرايترز يا دكتور سهله. اول واحده اسمها سيرسينيت بالانايتس. اثنين بيري انجوال اريثما. كل ده مش مهم، المهم مين يا دكتور؟ الموست كاركترستيك انفلاميشن في البالم والصول اوف ذا فوت، بيسموها كراتوديرما. لما تزيح الجلد يحصل بليدنج، يسموها كراتوديرما بلينوراجيكا. الموست كاركترستيك ساين للرياكتيف. السؤال المهم ودي مساله، جالك مريض من اسبوعين كان عنده هيستوري اوف ترافلنج وكان عنده ديزنتري واشتكى من الم في مفاصل رجوله، حلو كده، ارثرايتس، نعمل ايه يا دكتور؟ نعمل ايه؟ شوف يا سيدي، لازم تعالج هذا الكلام بانتيبيوتيك بنص المساله. شوف يا دكتور، painful urethral discharge، علاجه ايه؟ دوكسي سايكلين 100 ملي جرام بي اي دي. والمفاصل هتعالجها ازاي؟ ازاي تعالج المفاصل في حالات الرياكتيف ارثرايتس؟ عادي، نون استرويدال انتي انفلاماتوري لم يستجيب، انترا ارتيكولار انجكشن. لو الامور بيرزيستنت يا دكتور تستخدم كونفنشنال ديمارت، لم يستجيب اكثر من 3 ل 6 شهور تي ان اف الفا بلوكر. بس بشرط يا دكتور، ايه هو الشرط؟ انك تستبعد ان المريض لا يكون عنده اتش اي في. خلاصه السيرو نيجاتيف في كلمتين، جاء مريض عنده انفلاماتوري باك بين، انا دخلت محطه السيرو نيجاتيف، يا ترى انا انكلوزنج ولا سورايسز ولا رياكتيف؟ الانفلاماتوري باول انا شرحتها في محاضرات الجي اي تي في الجنرال ميديسن. الانكلوزنج يا دكتور، شوف يا سيدي، عندك بايلاترال سيكرو اليايتس والاكس ارتيكولار اي بي سي، والعلاج يا دكتور اكزل وبريفرد. شاطر. اما السورايسز يا دكتور، مفاصل وبره المفاصل. مفاصل ايه يعني؟ يونيلاترال سيكرو اليايتس. ايه اللي زاد يا دكتور؟ الدي اي بي انترفرنجيال جوينت والداكتيلايتس. اوعى تنسى انه بيعمل ار اي لايك. ها، بره المفاصل يا دكتور يوفيايتس وسكين ونيل. الرياكتيف ارثرايتس يحكى ان شخص عنده ديزنتري حصل له الاتي: يوريثرايتس، كونجنكتيفايتس، ارثرايتس. اوعى تنسى السكين مانيفستيشن في الهاند والفوت اسمها كراتوديرما بلينوراجيكا. علاج الاوريجينال كونديشن بانتيبيوتيك، اما المفاصل انسايدز كونفنشنال ديمارد بيولوجيكال ديمارد. شكرا، باح خلاص.